بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقع المؤمن بالذنب ماذا يفعل؟ ما هي التوجيهات الإلهية لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اعلم أخي وأختي أن الله تعالى يقبل التوبة، وأن الله لا يمل حتى تملوا. وخير الخطائين التوابون، يعني الذي تتكرر منهم التوبة دائما، تواب تواب لا يمل. أكبر خطأ وأكبر مصيدة للشيطان يصطاد بها المسلم والمؤمن أن ييأسه من رحمة الله. وتذكر دائما هذه الآية: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من أعظم الذنوب أن تيأس من رحمة الله. وصرح سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك مهم جدا تجديد التوبة، دائما نظف قلبك، لا تجعل السواد يتراكم عليه. خطر عليك، أقسم بالله خطر. ستصل لمرحلة أن قلبك يصبح كالصخر كالحجارة، بل هي أقسى وأشد. بداية، ما هي الإجراءات التي يجب أن نتبعها مباشرة بعد الوقوع في أي ذنب أو معصية؟ أولا، أن نلحق هذا الذنب بالحسنة. فعلت شيء سيء تلحقه مباشرة بالحسنات، لأن الله تعالى ماذا قال؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني لا تنسى هذا العلاج الأول واحفظه دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الخطوة الثانية، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يعني الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صححه الألباني. الخطوة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا وقع الإنسان في المعصية يتصدق. من الأمور التي تمنع الغضب الإلهي والعقوبة الإلهية بعد المعصية المسارعة في الصدقة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. آية واضحة، الصدقات تكفر السيئات. والآية الثانية، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة تطهر، تنظف، تنقي القلب من الذنوب والمعاصي والآثام. قال أهل العلم عن شروط التوبة المقبولة: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها في الحال، والعزم على ألا يعاودها في المستقبل، والتحلل من الآدمي إن كان له حق يرجع له حقه. والتوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته، وهي واجبة على الفور، واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها في معصية صغيرة ولا كبيرة، إذ هي عنوان الفلاح وطريق النجاح. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم.